للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء عدنان سلو من غازي عنتاب، رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية. لواء عدنان، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا قبل قليل نجح مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الدخول إلى دوما وأخذ عينات من هناك. من الناحية العلمية، هل يؤثر تأخير أخذ العينات على نتائج التحقيق؟ أحييكم وأحيي قناتكم الكريمة وأحيي السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. إذا اللجنة دخلت إلى دوما وأخذت عينات كما تقولون في تقريركم هذا. نعم. نعم. أولا بعد 14 يوما من حصول المجزرة الكيميائي بدوما لم يبقى ولا دليل واحد موجود بالغوطة في دوما دليل واضح لتأخذه اللجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائي. وأذكر هذه الأدلة على التوالي. أول دليل هو الغاز الزهرين أو غاز الكلور. هذا الغاز بعد نصف ساعة في درجة حرارة طبيعية 35 يدوب يتبخر مع الهواء خلال نصف ساعة، لا يبقى له أثر لا الزهرين ولا الكلور. إذا بعد ساعة لا يبقى أثر ولا دليل للزهرين والكلور. هذا فقدنا الدليل الأول. الدليل الثاني، أي شخص مصاب بتقلص بؤبؤ العين، بالزبد، برجفان، بالخفقان القلب، زيادة على سرعة ضربات القلب، الشلل، أي دليل، هل النظام وروسيا سيأتون بإنسان مصاب ويقدمونه للجنة حظر الأسلحة الكيميائية؟ هذا غير واقعي، لأن النظام حضر 22 شخص مدربهم تدريب جيد وعلمهم كيف يتكلمون أمام اللجنة أن ليس هناك في غاز ولا في أي شيء. هذا الدليل الثاني. الدليل الآخر أن شظايا القنابل والمدفعي والصاروخ الذي رأيناه في أحد البيوت مكتوب عليه غاز الزهرين ورموزه وكل دليل صنع الأسلحة الكيميائية بمراكز البحوث العلمية، هل هذا الصاروخ حصلوا عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أم أخفوه؟ إذا هذا كمان دليل آخر أخفوه. دلائل الشظايا كلها أخفوها. دلائل المصابين لم يبقى. هل النظام وروسيا سيأتون بدليل إنسان مصاب بالمقبرة التي توفي منهم 78 شخص، حوالي 80 شخص، هل سيأتون برفات هؤلاء الناس ويشرحونهم ويأخذون الدليل؟ سيجيبون ناس مصابين، سيأتون بناس مصابون بطلق ناري ويقولون هذا هو. إذن لا يبقى ولا دليل واحد أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. سيحصلون على تراب نظيف، سيحصلون على لحم، على دم، على بول، على شعر كله نظيف، على أنسجة متفسخة نظيفة، كلها لا يوجد لديها أي دليل على استخدام غاز الزهرين. لواء عدنان، أنصح اللجنة أن تتوجه إلى الأردن أو إلى الشمال السوري، هناك ناس مصابون وهناك شهود عيان على المجزرة ويتكلم مع هؤلاء الناس الموجودين في الأردن والموجودين في الشمال السوري شمال حلب. لواء عدنان، هل تعتقد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غافلة عن كل ما ذكرته حضرتك؟ بعد مرور 14 يوم لم يبقى ولا دليل من اللي ذكرتها حضرتك، تبخر غاز السارين، تقلص بؤبؤ العين وبقية الأعراض وأيضا الشظايا التي أخفيت، هل هي غافلة عن كل ذلك؟ أختي الكريمة، ولا دليل راح يبقيه النظام. هل النظام سيبقي الصاروخ؟ وين الصاروخ اللي ما انفجر وفي غاز زارين؟ وين وأين هو؟ أين شظايا القنابل المدفعية وقنابل الهاون؟ لا يوجد. أين التربة الموجودة لها زارين؟ لا يوجد. أين التربة الموجودة لها غاز كلور؟ لا يوجد. كل الأدلة خفوها وطمسوها النظام روسيا. نعم. وأنا واثق تماما من هذا الكلام. شكرا جزيلا لك. حدثنا عبر الهاتف اللواء عدنان سلو من غازي عنتاب، رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية.